صرح معماري بارز يضاف إلى الصروح المعمارية الإسلامية في السلطنة، جامع السلطان قابوس الجديد بولاية نزوة. أتت الفكرة الأولية لإنشاء هذا الجامع بولاية نزوة في عام 2009، حيث كانت تتمثل في إنشاء جامع بحجم مناسب يخدم مدينة نزوة ومحافظة الداخلية بشكل عام. وبالنظر للأهمية الثقافية والتاريخية لمدينة نزوة، فقد تبين أن المدينة هي المكان المناسب لإنشاء جامع كبير يلي جامع السلطان قابوس من حيث الحجم والمساحة. ونظراً لتميز المنطقة الداخلية بنمط معماري فريد، فقد تم استلهام التصاميم المعمارية لهذا الجامع الجديد من هذا النمط المعماري المتميز، ويتبرد هذا الجامع عن جوامع السلطان قابوس بالولايات الأخرى ببساطة الشكل والاستخدام الأمثل لزخارفه الداخلية. ويشتمل الجامع على 4 منارات تعطي المبنى خاصية فريدة وتعزز من مكانته كمعلم بارز في المنطقة التي يخدمها. أما بالنسبة لألوان الجامع والمواد المستخدمة في تشييده، فإنها تماثل إلى حد بعيد المواد والألوان التقليدية التي يتم استخدامها في أعمال البناء بالمنطقة. ويتميز الجامع ببساطة وفعالية تخطيطه، حيث تم الفصل بين أماكن الصلاة الرئيسية في الجامع والمتمثلة في قاعة الصلاة الرئيسية، وبين المرافق الأخرى التي تشمل أماكن الوضوء والمكتبة وفصول تعليم القرآن الكريم والقاعة متعددة الأغراض. وقد تم تحقيق هذا الفصل من خلال إنشاء صحنين مفتوحين في الشمال والجنوب، بالإضافة إلى صحن مغطى ناحية الشرق حيث يوجد المدخل الرئيسي للجامع. ويقع الجامع ضمن المخطط الجديد الذي يتم تطويره بالمدينة عند تقاطع الطريق الرئيسي الذي يربط نزوة بمسقط، صلالة وبهلة. وقد تم تشييد الجامع على قطعة أرض تبلغ مساحتها 8000 متر مربع، ويقع بمحاذاة وادي نزوة، بما يتيح رؤية مباني الجامع من كافة الاتجاهات. ويتكون مبنى الجامع من قاعة الصلاة الرئيسية بمساحة تبلغ 3546 متراً مربعاً، وتتسع لحوالي 4500 مصل، كما يمكن استخدام الصحن المغطى والصحنين المفتوحين كأماكن إضافية للصلاة، وهي محاطة بجدار مقنطر يحيط بأماكن الوضوء وخزانات حفظ الأحذية، علما بأن المناطق الخارجية التي يمكن استخدامها كأماكن إضافية للمصلين تستوعب حوالي 5300 مصل، كما تشمل مرافق الجامع على مكتبة مساحتها 277 مترا ونصف المتر المربع، مصممة من طابقين حول ساحة داخلية مغطاة بالزجاج، بالإضافة إلى 3 فصول لتحفيظ القرآن الكريم مشيدة حول ساحة خاصة بها، وقاعة متعددة الأغراض بمساحة 306 أمتار مربعة يوجد بها مقاعد ثابتة وتجهيزات الصوت والصورة لاستخدامها في المحاضرات. ويضم الجامع قاعة صلاة للنساء تستوعب حوالي 434 مصلية. ويتميز التصميم المعماري للجامع بوجود قبة قطرها 27 متراً ترتفع بمقدار 55 متراً عن سطح الأرض، محاط بها 4 مآذن ارتفاع كل منها 80 متراً، وهي تحدد الأركان الأربعة لقاعة الصلاة الرئيسية التي ترتفع هي الأخرى حوالي 14 متراً من الداخل، مع وجود القبة التي يبلغ ارتفاعها من الداخل حوالي 40 متراً. وقد تم استخدام الرخام المزخرف في التشطيبات الداخلية للقاعة، مع تنفيذ أعمال الجبس الزخرفية بالجدران والعقد المقنطرة والأسقف، كما تم طلاء السقف باستخدام أصباغ زخرفية متخصصة استوحيت تصاميمها من التصاميم السائدة في المنطقة. وفيما يتعلق بجدران القبلة، فقد استخدم فيه الرخام المزخرف بشكل كبير، أما المحراب الرخامي فقد استخدمت فيه بكثافة أفضل أعمال التطعيم والنقش في المبنى، والتي تشمل على أعمال نقوش معقدة التصاميم ومخطوطات قرآنية محفورة وتصاميم هندسية وزهرية. وفيما يتعلق بنوافذ قاعة الصلاة،
فقد استخدمت فيها طبقات زخرفية رقيقة من الرخام الشفاف، كما استخدم فيها الزجاج الزخرفي الملون.